وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي باستثناء مستلزمات الانتاج والمواد الخام من الاجراءات التي تم تطبيقها مؤخرا على عمليه الاستيراد وذلك بالعوده الى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع المجموعه الوزاريه الاقتصاديه بحضور رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء والمسؤولين. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد طارق عامر محافظ البنك المركزي والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والدكتور محمد معيط وزير الماليه، والسيد هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والسيد اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة عمل المجموعة الوزارية الاقتصادية وإجراءات التعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على مصر. وقد استعرض السيد طارق عامر محافظ البنك المركزي مجمل الوضع النقدي الراهن للدولة مؤكدا أن الاقتصاد المصري استطاع أن يستوعب التداعيات العالمية الحادة جراء الأزمة الروسية الأوكرانية وما استتبعها من تغيرات في السياسات النقدية العالمية حيث تمكنت الدولة من الحفاظ على المسار المالي والاقتصادي الآمن والوضع النقدي المتزن وكذلك استقرار احتياطيات النقد الأجنبي بعد وفاء الدوله بجميع الالتزامات الدوليه وفي هذا الاطار وجه السيد الرئيس باستثناء مستلزمات الانتاج والمواد الخام من الاجراءات التي تم تطبيقها مؤخرا على عمليه الاستيراد وذلك بالعوده الى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل كما وجه سيادته بتشكيل مجموعه عمل برئاسه السيد رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من السيد محافظ البنك المركزي والسيد وزير الماليه والسيدة وزيرة التجارة والصناعة وجهات الاختصاص الأخرى للقيام بالمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد طارق عامر محافظ البنك المركزي استعرض أيضا تطور أداء ميزان المدفوعات خلال عام 2021 والمؤشرات الأولية خلال الفترة من يناير حتى مارس 2022 والتي شهدت ارتفاعات في حصيلة المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وذلك بزيادة كميات التصدير وفتح أسواق جديدة كما ارتفعت أيضا حصيلة المنتجات غير البترولية البتروليه علاوه على الزياده في ايرادات السياحه وعائدات قناه السويس وتحويلات المصريين العاملين بالخارج من جانبه تناول السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء جهود المجموعه الوزاريه الاقتصاديه واجهزه الحكومه للتحرك خلال الفتره المقبله للتعامل مع التداعيات والتطورات الاقتصاديه العالميه وذلك من خلال عده مسارات رئيسيه تهدف بالاساس الى تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير مزيد من النقد الاجنبي وخفض نسبه عجز الموازنه العامه للدوله مع المزيد من تشجيع مشاركه القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار فضلا عن تعزيز اجراءات الحمايه الاجتماعيه للمواطنين وكذلك تقديم حزم تحفيزيه للقطاعات ذات الاولويه والتي تتمتع بقدره على نمو العماله وتوفير فرص العمل ايضا وجود طلب عالمي على نشاطها